السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سنة رابعة إن شاء الله هنبتدي في lesson 2. نكمل بقى lesson 2 from unit 7، الدرس الثاني من الوحدة السابعة. social studies يعني دراسات اجتماعية. كلمات اتفقنا ان هي لها فيديو لوحدها، بنكررها كتير قوي، بس عشان لسه انا اول مرة اقراها من كتاب قطر الندى فهقولها مرة واحدة سريعا كده وندخل في الدرس بتاعنا عشان طويل. محاصيل crops، معتدل temperate، سكان الاسكيمو inuit people، سكان البدو bedouin people، قطبي يعني polar، ودود friendly، ارض زراعية farmland، بيئة environment، درجة مئوية degree celsius، متأخر late، مبكر early، صعب hard، مناخ climate، التكيف adapting، مجمد أو freezer freezer، لسان tongue، بسهولة easily، كلا both، جيران neighbors، تربة خصبة fertile soil، درجة حرارة temperature عالي high ومنخفض low. عندي يحب حبة، هنا بقى الأفعال regular verbs، أفعال منتظمة، like liked، need needed، يحتاج احتاج، need needed، يساعد ساعدة help helped، يتكيف تكيف، adopt adopted، ينقل نقل، transport transported، يغلي غلى، boil boiled، يستطيع أن can could، دي irregular verbs اللي هي الأفعال غير منتظمة، can could، يشرب شربة drink drunk، يكون كانوا are where، يأكل أكل eat ate، يبيع باع sell sold، يجد وجد find found، ينمو نما grow grew، يأتي أتى come came، يتعلم تعلم learn أو learned learned، يؤلم ألم hurt hurt، يحرق حركة burn burn burned أو burned، يتجمد freeze froze. وطبعا في الفيديو بتاع قراءة الكلمات هتلاقيهم أحسن من كده بكتير وهتلاقي التكرار كتير جدا. يلا بينا هنا نشوف بقى، بيقول لي جيد فيه يعني good at، يتعلم أن يعيش learn to live، يأتوا معا come together، حولنا around us، يبحث عن look for، كثيرا من lots of، كبشر as humans، على الأرض on earth، يمكن أن تكون حوالي 40 درجة تحت الصفر، يعني can be around minus 40 celsius، مكان ما لا يكون بارد جدا، somewhere that's not too cold، يعيش تقريبا في أي مكان، live almost anywhere. طيب تعالوا بقى هنا نشوف، بيقول لي learn let's learn، يلا بينا بقى نبدأ الدرس بتاعنا، هيا نتعلم. Humans often look for three things. أي بشر أو أي ناس في الدنيا بتدور على ثلاث حاجات، إيه هما؟ climate، water، and soil. يبقى البشر غالباً ما يبحثون عن ثلاثة أشياء، المناخ والماء والتربة. يبقى أي مكان هنعيش فيه بندور على الثلاث حاجات دول. هنقولهم تاني. Humans often look for three things. Climate, water and soil. Places with water usually have fertile soil and a temperate climate. ليه بقى؟ لأن الأماكن اللي بيها ماء عادة ما تكون ذات تربة خصبة ومناخ معتدل. يبقى أي مكان فيه مية لازم هلاقي معاه التربة الخصبة والمناخ المناخ المعتدل. Humans can learn to live in the most difficult environments on earth. بيقول ان البشر يمكن ان يتعلموا ان يعيشوا في اصعب البيئات على وجه الارض. Inuit people live in the arctic regions. ان سكان الاسكيمو بيقدروا يتأقلموا ان هم يعيشوا في مناطق القطب الشمالي. Bedouin people live in the desert. كمان البدو بيقدروا يتأقلموا ان هم يعيشوا في الصحراء. يبقى كل واحد مهما كانت البيئة بتاعته صعبة بيقدر يتأقلم في الحياة فيها، ان هو يقدر يعيش فيها زي الناس بتوع اللي هم عايشين في الاسكيمو
سكان الاسكيمو بيعيشوا طبعا في تلج درجات حرارة تحت الصفر، وسكان الصحراء اللي هم الباد وبيعيشوا في درجات حرارة طبعا عالية جدا. طيب هنا بيقول لي ايه بقى السي عليها درجة الحرارة الخمسة الصغيرة دي، اسمها دي درجة الحرارة. بيقول لي did you know is short for degree celsius، دي معناها السي دي معناها celsius. water freezes at 0 celsius and boils at 100 celsius. يعني ايه؟ يعني بيقول لي ان السي عليها درجة الحرارة دي هي اختصار لدرجة مئوية، يتجمد الماء عند صفر درجة مئوية ويغلي عند 100 درجة مئوية. طيب تعالوا بقى نشوف القصة بتاعتنا. بيقول لي why do we live where we do، ليه احنا عايشين في المكان اللي احنا عايشين فيه. تعالوا نشوف let's listen and read، استمع واقرأ. humans can live almost anywhere but we often look for three things: climate, water and soil. people like a temperate climate somewhere that not too hot and not too cold. يعني ايه بقى الجزء ده؟ بيقول لي هنا ان البشر يمكن ان يعيشوا في اي بيئة تقريبا، لكننا غالبا ما نبحث عن ثلاث اشياء اللي احنا لسه متكلمين عنهم: المناخ والتربة والمية. يحب الناس المناخ المعتدل في مكان ما، لا يكون حر جدا ولا بارد جدا. we need water to drink and to help our crops grow. We need fertile soil so the crops have lots of nutrients. These three things often come together. Places with water usually have fertile soil and a temperate climate. نحتاج الماء لكي نشرب ولمساعدة محاصيلنا على النمو. نحن بحاجة إلى تربة خصبة، لذلك تحتوي المحاصيل على الكثير من العناصر الغذائية. غالبا ما تجتمع هذه الأشياء الثلاثة معا، الأماكن التي بها ماء غالبا ما تكون ذات تربة خصبة ومناخ معتدل. يبقى أهم حاجة هي المية اللي هتوجد لي الأشياء التانية، اللي هي إيه؟ مدام في مية موجودة في المكان يبقى عندي، هيبقى في طقس معتدل وكمان هيبقى عندي تربة خصبة. طيب as humans we are very good at adapting to live in the environments around us. بيقول كبشر نحن بارعون جدا في التكيف للعيش في البيئة من حولنا. humans can learn to live in the most difficult environments on earth. Inuit people live in the Arctic regions where temperature can be around minus 40 celsius. A freezer is only around 18 celsius. Bedouin people live in the desert where the temperatures can be around 50 celsius. بيقول يمكن للبشر ان يتعلموا العيش في اصعب البيئات على وجه الارض. يعيش سكان الاسكيمو في مناطق القطب الشمالي حيث يمكن ان تكون درجة الحرارة حوالي 40 درجة مئوية تحت الصفر، الفريزر حوالي 18 درجة مئوية تحت الصفر فقط. يعيش البدو في الصحراء حيث يمكن أن تصل درجة الحرارة إلى 50 درجة مئوية. طيب تعالوا هنا بقى اللانجويج فانكشنز، يعني وظائف اللغة. كلمة تو دي معناها أيضا بيجي وراها صفة أو معناها جدا، يعني هي لها معنيين، معنى جدا اللي هي معانا دي ومعنى تو. يعني مثلا حد بيقول لي I am 13 years old، أنا عندي 13 سنة، أقول I am 13 years old too، وأنا كمان عندي 13 سنة. أيضا وأنا أيضا عندي 13 سنة، فهنا بمعنى أيضا لكن هنا بمعنى جدا. تعالوا نشوفها، يبقى to بيجي وراها صفة. The bag is too heavy، بيقول شنطة ثقيلة جدا. I can't carry it، أنا مش قادر أشيلها. I can't drink that coffee، أنا مش ما لا أستطيع أن أشرب هذه القهوة. It's too hot، هي ساخنة جدا. يبقى هنا بتأتي قبل الصفة وتدل على الزيادة في الصفة أكثر من اللازم. طيب كلمة good at ممكن يجي وراها اسم وممكن يجي وراها verb ومعاه ing، فهي هنلاقي وراها good at يا إما اسم يا إما فعل ولازم يكون معاه ing ومعناها جيد فيه.
تعال نشوف example. We are very good at adapting. يعني إحنا جيدين جدا في التكيف. He is good at English. هو بيكون جيد في الإنجليزي. يعني هو شاطر في الإنجليزي. هنا good at جي وراها هي فعل ومعاه ing. good at هنا جي وراها اسم اللي هي English. تعالوا نشوف برضو هنا مديني معلومات. بيقول number one, I can't drink that coffee. أنا لا أستطيع أن أشرب هذه القهوة. It's too hot. It will burn my tongue. يعني أنا لو شربتها هتحرق لساني. يبقى القهوة دي سخنة جدا وأنا لو شربتها هتحرق لساني. Number two, I can't eat that ice cream. أنا لا أستطيع أن أكل هذا الآيس كريم. It's too cold. هو بارد جدا. It hurts my teeth. يعني أنا لو أكلته هيوجع لي أو هيؤلم لي أسناني. Number three, the polar climate is very cold. المناخ القطبي بيكون بارد جدا. The desert climate is very hot. والمناخ الصحراوي حار جدا. The temperate climate is not hot and not cold. يقول ان المناخ المعتدل بيكون ليس حارا وليس باردا. Number four, every year the farmer sells her crops in the market. بيقول كل سنة الفلاحين بيبيعوا المحاصيل بتاعتهم في السوق. Number five, he likes the cold and he likes that hot weather. يعني هو بيحب الطقس البارد وبيحب الطقس الحار. He adapts very easily. يعني هو بيقدر يتكيف بسهولة جدا. Number six, we live near the river and there are lots of trees all around us. نحن نعيش بالقرب من النهر ويوجد الكثير من الأشجار في كل مكان حولنا. The weather is nice. And our neighbors are very friendly. It's a great environment. بيقول إن الطقس لطيف وجيراننا ودودون جدا. إنها بيئة رائعة. وده كل الشرح بتاع الدرس. يلا بينا بقى نشوف التدريبات بتاعتنا. بيقول لي Are they easy or difficult environments for people to live in? يعني هل هم البيئات بتاعتهم صعبة ولا سهلة والناس دي قادرة تعيش فيها ولا لا. Look, read and choose. انظر واقرأ ثم اختر. An oasis in Egypt. دي الواحة المصرية. This is an قلنا oasis لسه قريناها. This is a good environment for people to live in. هي مكان جيد أو بيئة جيدة للعيش فيها. There is فيها ايه بقى؟ فيها جوس ولا ووتر؟ لا اختار ووتر طبعا. فيها مية. Sun and fertile soil. فيها ماء وفيها شمس وفيها تربة خصبة. تمام؟ احنا هنا اخترنا oasis، اخترنا good water و fertile. الصورة التانية a desert in Africa. الصحراء في افريقيا. This is a بيقول لي farmland ولا desert. دي مزرعة او ارض زراعية ولا desert؟ لا اقول له desert in Africa. This is a difficult environment. طبعا بيئة صعبة ولا سهلة؟ لا هي صعبة. Difficult for people to live. In there is فيها much water ولا little water؟ لا صحراء يبقى فيها little water وخاصة أفريقيا يبقى little water. It's too hot here. وطبعا هنا الجو في الصحراء قلنا حر جدا. يبقى اخترنا desert و difficult و little و hot. طيب تعال نشوف الصورة التالتة. A farmland near the Nile. يعني أراضي زراعية بجوار النيل. This is a farmland near the وقال نايل. فبختار نايل ولا ديزرت؟ لا أختار نايل. This is a bad ولا good environment for people؟ لا طبعا دي good environment، بيئة جيدة للناس. There is water ولا coffee؟ فيها قهوة ولا مية؟ لا طبعا فيها ووتر، فيها مية. and fertile والتربة بتاعتها ايه؟ اقول التربة خصبا، اقول fertile soil التربة بتاعتها خصبة، هي تربة مش ساند مش رمال يعني. and arctic region القطب الشمالي. this is an arctic region. اختار arctic. وبيقول لي village ولا arctic؟ لا هي village region. This is a good ولا difficult place to live in؟ لا هو مكان صعب طبعا، الحياة فيه مش سهلة، نقول له difficult. It's too cold. طبعا برد جدا. cold ولا hot؟ بختار cold. There is no sun ولا ice؟ بيقول هو مفهوش
شمس ولا تلج؟ لا مفهوش شمس، فبقول there is no sun. طيب عندي كمان read and complete، بيقول لي اقرأ وأكمل. need يحتاج، humans البشر، cold بارد، temperate اللي هو المناخ، وعندي fertile الخصوبة بتاعة الأرض. number one نقط can live almost anywhere، يعني ما بيستطيعوا يعيشوا في أي مكان، ده humans طبعا البشر humans. number two people like not climate، بيحبوا المناخ الايه temperate اللي معتدل، بيحبوا المناخ المعتدل temperate climate مناخ معتدل. we not water to drink، احنا نقط الميه لكي نشربها محتاجين طبعا need، we need water to drink. we need fertile soil so the crops have lots of nutrients، محتاجين طبعا تربة خصبة عشان المحاصيل بتاعتنا تكون غنية بالعناصر الغذائية. طيب هنا choose the correct answer from A, B or C، بنختار واحدة من الثلاثة A أو B أو C. places with not usually have fertile soil، الأماكن اللي فيها A بتكون فيها تربة خصبة اللي فيها طبعا water فيها مية. number two farmers are good at not crops، احنا قلنا بعد الجود at يا اما بيجي اسم يا اما بيجي فعل مع ing، انا عندي هنا افعال فبختار الفعل اللي فيه ing، يبقى farmers are good at growing crops، farmers are good at growing crops. number three humans can live in the not environment difficult ولا most difficult ولا more difficult، لأقول إيه most difficult ال بيقدروا يعيشوا في البيئات الأكثر صعوبة. number four the ice cream the ice cream is not cold it hurts my teeth، هو يعني ألم أسناني بأكيد too cold أكيد بارد جدا too. طيب read and match ونوصل. number one farmers sell بيبيعوا ايه، قلنا crops in the market بيبيعوا المحاصيل بتاعتهم في الاسواق. number two the polar climate المناخ القطبي is very cold بارد جدا. number three near the river بالقرب من النهر there are lots of trees يوجد الكثير من الاشجار. bedouin people اللي هم البدو live in the desert بيعيشوا في الصحراء. طيب تعالوا نكمل. read the passage and answer the question، تعالوا نقرأ القطعة ونجاوب الأسئلة. humans can live almost anywhere، طبعا دي لسه قريناها ان البشر بيقدروا يستطيعوا ان يعيشوا في اي مكان. but we often look for three things، ولكن احنا بندور على ثلاث حاجات climate water and soil، طبعا يكون في مناخ ويكون في مياه ويكون في تربة. people like a temperate climate، الناس بتحب المناخ المعتدل. somewhere that's not too hot and not too cold، يعني ايه مناخ معتدل؟ يعني مكان لا يكون حر جدا ولا يكون برد جدا. we need water to drink and to help our crops grow، احنا محتاجين الماء لكي نشرب ولكي تساعد محاصيلنا على النمو. we need fertile soil so the crops have lots of nutrients، احنا محتاجين التربة الخصبة عشان المحاصيل بتاعتنا تكون بها الكثير من العناصر الغذائية. these three things often come together، ثلاث حاجات دول بيجوا مع بعض. places with water الأماكن اللي فيها مية. usually have fertile soil and a temperate climate، الأماكن اللي فيها مية بيكون كمان في الغالب فيها تربة خصبة وكمان طقس معتدل أو مناخ معتدل. read and answer T true، يعني حط T لو هي صح، حط F لو هي غلط. number one people don't like temperate climate، الناس مش بتحب المناخ المعتدل، طبعا false غلط. number two we need water to help our crops grow، محتاجين المية عشان المحاصيل بتاعتنا تنمو، true صح. we only look for two things climate and soil، احنا بس بندور على حاجتين المناخ والتربة، لا طبعا اهمهم المية، فبقول دي false غلط. answer the following question، هنجاوب الاسئلة. what do humans often look for، الناس بتدور على ايه، بتبحث عن ايه؟ اقول humans look for climate water and soil، قلنا البشر يبحثوا عن المناخ والماء والتربة.
What do places with water usually have? الأماكن اللي بيبقى فيها مية بيبقى فيها إيه كمان؟ All fertile soil and a temperate climate بيبقى فيها تربة خصبة وكمان مناخ معتدل. Rearrange the following sentences. أعد ترتيب الجمل الآتية. أول واحدة عايزة أقول إن جيراننا بيكون وددي وددونا جدا. يبقى our neighbors are very friendly. Our neighbors are very friendly. هنا عايزة أقول نحن بنتأقلم يعني بسهولة جدا. We adopt very easily. We adopt very easily. طيب هذا بنقول هذه بيئة جيدة للناس. This is a good environment for people. This is a good environment for people. طيب تعال نشوف هنا كمان بيقول لي read and answer true or false. دي معلومات بقى من القصص من كل اللي قريناه. Number one, a farmland is a good environment for people. المزارع بتكون بيئة جيدة للناس طبعا true صح. Places with water don't have fertile soil. الأماكن اللي فيها مية ما فيهاش تربة خصبة دي غلط. خلاص فهمنا بقى الايه كل المعلومات دي غلط false. Inuit people live in the desert. سكان الأسكيمو بيعيشوا في الصحراء. لا طبعا false. The polar climate مناخ القطبي is very cold. بيكون بارد جدا صح true. طيب هنا بيقول لي you can write one sentence. مديني كلمتين عايزني أعمل منهم جملة. man cold رجل بردان. يبقى أقول هذا الرجل بردان جدا. This man is too cold. This لا the man sorry the man ممكن أقول this man but this man is too cold. ممكن أقولها كده صح. ممكن أقول the man is too cold يعني الرجل بيكون بارد جدا. عندي girl وعندي hot. أقول مثلا البنت بتكون حرانة جدا. The girl is too hot. The girl is too hot. عندي هنا مستعجل فبقول the boy is late. هو متأخر. The boy is late. عندي هنا شجرة كبيرة فبقول this is a big tree. This is a big tree. بشاور عليها كده بقول هذه شجرة كبيرة. البنكت ويت بقى عندي there تي كابيتال is a farmland near the ما فيهاش حاجة نايل ال N كابيتال. وعندي هنا there is يوجد يعني جملة عادية مش أداة استفهام بنحط في الآخر full stop. وده كده الدرس التاني كامل كده. قرينا الكلمات بتاعته لوحده هتلاقوها في فيديو لوحدها. قراية كتير جدا فيعني لو الطفل قاعد يسمع الفيديو هيحفظ الكلمات ان شاء الله مع الفيديو. ودوت كان الفيديو التاني اللي هو شرح الدرس كامل والحل بتاعه كمان من كتاب قطر الندى. وزي ما اتفقنا في الفيديو الاولاني هنخلص اول وحدتين باذن الله وهنكمل من الملحق. الملحق بتاع الكتاب برضو جميل جدا مديني اسئلة وتدريبات وامتحانات كتيرة جدا على الوحدات. بس هو عامل كل وحدتين مع بعض فانا هستنى لما اخلص الوحدتين الاول وهعملهم كمراجعة على الوحدتين مع بعض. بشكركم جدا وبعتذر بقى اني بطول عليكم. هم الدروس كبيرة وحتى لو تلاحظوا ان انا بتكلم بسرعة عشان ما اطولش عليكم الفيديوهات. بشكركم جدا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.